لارا، اليوم في عم نعيش نحن بهيدا العالم، في أطفال مبسوطين عم بعيشوا الميلاد، عم ياخذوا هدايا من بابا نويل أو عم يكتبوا رسائل، بس في أطفال موجوعين بفلسطين، إيه. بغزة تحديدا. عم تشوفي شو عم بيصير على التلفزيون؟ إيه عم شوف، وأنا يعني كتير زعلانة على شو عم بيصير بفلسطين، لأنه ما عادش عندهم بيوت وما عندهم أكل أو شرب، في منهم يعني ما عادش عندهم أم ولا بي، وعم بيحطوا كتير على السوشيال ميديا إنه أشياء بتزعل عنهم، وأنا بتمنى فيني ساعدهم، بتمنى العالم تساعدهم كمان. شو بتقولي لهم؟ أنت عندك صوت حلو وبنت حلوة، شو بتقولي لأطفال فلسطين؟ بصلي لله إنه ما يكون ولا طفل أو بيكون زعلان أو بيكون موجوع. آمين يا رب، إن شاء الله هيدا هيك الدعاء يكون مستجاب. شو أحلامك يا لارا بس تكبري؟ شو عبالك تصيري؟ To be a singer and an actor. ممثلة ومغنية؟ إيه. أوكي. لا هو هن يعني كتير منيح هيدول، مثل جوليا أو مثل هيفا؟ جوليا. اوكي. ان شاء الله لارا كل احلامك تتحقق، وانت قمر وصوتك كثير حلو وهيدي الجرأه وهيك، يعني كثير انا مبسوطه فيك بهالجمال والبراءه والجرأه والصوت الحلو. ان شاء الله بتكوني بس تكبري كل القصه. شكرا حبيبتي. لارا باخر هاللقاء بدي اسمع منك غنيه. انت مين؟ اوه حلو كثير، نسمعها؟ يلا ومنهديها لكل الأطفال بالعالم، صح؟ ايه تفضلي. انت مين؟ انا ما بسأل لكن حسنك اللي مين، ولا بعرف اي لون واي دين، بعرف انك خيي خيي بالإنسانية. انت مين؟ انا ما بسأل لكن حسنك اللي مين، ولا بعرف اي لون واي دين، بعرف انك خيي خيي بالانسانيه.